هاي جايز، كيفكم؟ شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم استعدادات العيد. قلت لازم اجيبكم معاي لاستعداداتنا، لان استعدادات هالسنه ما في مثلها. مره متحمسه هالسنه تشوفون عيدياتي جايز، توها واصله عيدياتي، مره متحمسه تشوفونها، عيديات اخواتي وعيديات ماما، استعداداتنا، بوريكم لبسي حق العيد. بالعاده ترى ما احرقه، اقول لكم ترقبوا الانستغرام بس بوريكم اياه، بس ما راح البسها، بخليه لبوست الانستغرام اللي بيكون يوم العيد. المهم انا مشكلتي استنى الاخر لحظات اني اسوي شنطتي واضبط اغراضي واستعد لكل شيء. حرفيا بكره بنروح برا الرياض، طبعا احنا نحتفل للعيد برا الرياض، فلازم اسوي شنطتي واحط فيها كل اغراض العيد. وعلى كذا مو بس بسوي اغراضي وملابسي حقت العيد، لازم اسوي اغراضي وملابسي حقت السفره اللي بروح لها في ثاني العيد. تمام، يعني في اشغال كثيره لازم ارتب هذه الشنطه ولازم ارتب هذه الشنطه. شنطه السفر بخليها في الرياض، عشان يعني حاليا وانا اتكلم لكم حاليا اليوم هو 27 رمضان، يعني احنا بنطلع برا الرياض 28، بعدين كذا كم يوم ليله العيد وجاء العيد، حرفيا يوم العيد في الليل يعني بتعيد، بعدين بنرجع للرياض ناخذ شنطنا وعلى طول نروح المطار، يعني ما في وقت اني ارتب شنطتي، فهمتوا؟ لازم كل شيء مضبط من الحين. طبعا في اشياء احتاجها في شنطه العيد واحتاجها برضو في شنطه السفر، فكل هالاشياء يعني اذا وصلنا الرياض على طول بطلع من شنطه العيد وبحطها في شنطه السفر. امس في الليل بديت فيها، طبعا تعرفون انا نومي متلخبط مره، فامس في الليل قعدت على شنطه السفره، واليوم ببدا معاكم ترتيبات هذه الشنطه. واذكر مره قد صورت لكم استعدادات للعيد ومن هالناحيه، وكنت تقولين لي ليش تسوين شنطتك؟ احنا ما نتعيد في بيتنا، نتعيد برا الرياض، عشان كذا انا عندي شنطه. طبعا قبل لا نبدا جايز، وش رايكم ببشرتي؟ لا، ايش رايكم بالجلو اللي فيها؟ تخيلوا ايش جربت. واحده من البنات تمدح هذا الكريم مدح مو بصاحي، وتذكرون اخر مره قلت لكم ان بنات ابغى مويسترايزر مره حلو يرطب من قلب، بعضكم قال هذا الكريم فقلت بجربه. تخيلوا هذا نيفيا وجايز مره رخيص، 5 ريال، تخيلوا، او يمكنني انا قاعد اخرف، بس كان مره رخيص. اذكر يوم اخذته من مخزن عناية. شوفوا شلون ترى بشرتي ما فيها ولا شيء الا تنت وهذا الكريم. اول شيء ابرتب هذه الشنطه، هذه شنطه العيد واللي في الارض مو قاعدين تشوفونها، هذه شنطه السفر. السفره هذه قلت لكم بحر ايلاند، حرفيا 24 ساعه يعني بنكون ساكنين في البحر، حرفيا ما في فعاليات ما في شيء، بس انت والبحر والناس اللي معك. باخذ لي جلابيه لان ما راح يصير العيد على طول، بيبقى كم يوم في رمضان، فيبي لي جلابيات في هذه الشنطه. بعد عندي هذه الجلابيه، سويت بانتس لان انا اعيش بهذول الاشياء، والبلايز الساده، جاهزين اوريكم اللبس. وهذا هو لبسي حق العيد، شوفوا كيف جاي من هنا ماسك على الخصر، ومن تحت شوفوا كيف مره فلوي، كيوت مره كيوت، حرفيا last minute شريته. off the shoulder I'm obsessed. طبعا هذا ما ننساه، تخيلوا لو انساه، تخيلوا بس لو انسى فستان العيد. 5 minutes later وبسم الله بدينا بعيديات العيد. اول شيء بنبدا بعيديات صبو، اتوقع بتاخذ المركز الاول هالسنه، شوفوا شلون صراحه شوفوا شلون، وبتحطه يعني صدق مرة كياتة، هذه أصلا مرة أنتي مرة، يعني مرة باين إنها عيديات صبا، والله كيوت مرة، أوف شوفوا شلون. طبعا اللي يسأل إيش هذا؟ هذولي الجولير هولدرز، بوكسات إكسسوارات كذا، وهنا بعد في سكشن خيال مرة حلو، وهنا تحطين إيرينجز. إيه حبيت فينيشد برودكت، هذول اللي طبعا بنحطهم هنا بعدين نحطها هنا، بتكون هذه السله مره كيوت، تخيلي مره كيوت، مره كيوت، مره كياته. بعدين عندنا هذا البوكس، صح ليو؟ عندنا هذا البوكس فيه هدايا، هذه حلوه للصغار بنجيبها بعد، وهذه عيدياتي لهالسنه. جايز وش رايكم بالكياتا؟ بحط لكم اسم الاكونت لانه مو عاديه عيدياتها. شوفوا اخذت الهيونه، هذول عيدياتها، ربطات، وهذه حقاتي، كياتا كياتا كياتا، واتعب وانا اقول كيوت.
وفي الشنط منكير. وعيديات ماما توها مكتملة، شوفوا شلون. واو 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 واو. ماما مسلسلها المفضل في السنة في رمضان أم صامل، حرفياً هي أقوى متابعينه وأكبر الفانز لهذا المسلسل، فاختارت عطور. وشوفوا بالله الكاردز إيش مكتوب عليها. أنا بنت أبوي بنته، والله إني ما نسيتت من العيدية. شوفوا كيف كيوت كيوت كيوت. A little longer than a few minutes later. طبعاً الحين جايين للتميمي، ما في إلا إحنا، حرفياً الساعة 4 الفجر بيأذن علينا وإحنا هنا، بس it's okay، شربنا موية في البيت وأمورنا كلها تمام. تميم الوحيد اللي فات حالياً. ليش جايين السوبر ماركت تقولون هو فرح؟ هذه استعدادات عيد، هذه استعدادات عيد بلس استعدادات السفرة. صبا ليش احنا نتقضى للسفره؟ يعني احنا بنروح مكان اكيد عندهم كل هالاشياء. ليه المكان؟ لان المكان اللي احنا فيه ما في احد، ما في سوبر ماركت، ما في شيء، ما في مدينه، يعني احنا في البحر ساكنين ومسافرين ان شاء الله مع بنات خالاتنا، وما يبيعون سناكس. بالضبط، يبي لك تشترين سناكس اخر الليل، بالضبط، حلى قهوه. فاحنا مسافرين مع بنات خالتي وعلينا انا وصبا الشيبسات والسناكات المالحه. أذن الفجر. It's okay we drank water. ليش متوتر طيب؟ جايز أنا سمعت الأذان لازم حتى لو إني شاربة لتر موية لازم أشرب كذا أنب ضميري. كأنه طولنا على السناك. صح؟ بس مرة خيال كيف فاضي. طيب صراحة يخوف شوي. والله شوفوا شلون، ما قد شفت سوبر ماركت كذا فاضية. بس إحنا حرفياً وصلنا سناكس. Nobody. ولا ناخذ بوكسات. لا ولا ناخذ. عاد أنا ترى من عشاق البطاطسات. أنا مو راعية حلا، صيبة راعية حلا. أنا أشياء مالحة هي اللي تجذبني. هذا. إيه. ناخذ برينجلز. ناخذ اثنين. برينجلز. هذا ملح وخل. لا الأخضر شيء. ما رح نأخذ أخضر. جيبي كاتشب وفلفل ملح وخل. من الفرنسية ما حد يأكل من الفرنسية. خذي شيء أنت ما تحبينه يمكنهم يحبونه. أنا ما أدري شو. خاف ينفجر في الشمس. سمع. نطلع أصلاً فيها سبيس كثير فعادي لو انفجر. لا ملابسي اللي بكشر فيها. سبا والله أحس ناخذها بالي. نو هذا بدي تفقع كلها من الشنطة. شوف البطاطسات أحس صبت شوي تحمسنا. صح بس إحنا 8 أشخاص يعني مو بهذا مو بلنا أنا وصبا وهيا. صح مايكرو سبايسي. إيه. خلاص ناخذ اشياء يعني الا اللي احس يحبون كذا. حلو صح؟ ايه كاتشب احس disgusting. هذا ايش؟ لا هذا لحم. شوفوا بيتزا. لا يبي لنا حب، والله احس حب مع السوالف خيال. ويلا خلصنا الحين على البيت. كل هذا بيروح في شنطة هيا. شوفوا السن رايز. احس انه يعني المغرب حاليا. مره غريب الشعور. اوكي فسو فار جمعت المكياج اللي ابغى اخذه وحطيت هنا البراشز والباودر بافس وحق الكيرلر وال يعني المستلزمات اللي تحتاجونها عشان يو ابلاي هذول البرودكتس. اللي عاجبني في هالشنطه انها مقسمه زي كذا. انا من زمان كان عندي شنطه واحده كبيره مره تجمع كل الاشياء، بس بالشنطه الكبيره اللي مره يا اخي فهمتوا لي كل شيء حوسه مو بمنظم ابدا. اللي الفرش وينه وما ادري وش وينه وهذا وينه. ان شاء الله اني ما نسيت شيء. تكفون يا رب اني ما نسيت شيء.